إنشاءات يعني في إنشاءات وفي حاجات حلوة حصلت يعني. طيب شايف الوعود اللي توعدنا بيها في ثورة 30/6 هل في حاجة اتنفذت كده؟ إيه؟ الوعود اللي توعدنا بيها في ثورة 30/6 حاجة اتنفذت كده؟ في حاجات اتنفذت وفي حاجات ما اتنفذتش. زي إيه طيب اتنفذت؟ يعني زي البنية التحتية الرئيس اشتغل فيها كويس قوي، بس هو ركز على البنية التحتية وما ركزش على الشعب، على الفقير اللي موجود في الشعب، لان هو يعني بنطلب منه ان هو يراعي الناس الفقراء، الناس اللي هي مش لاقيه تاكل دي، لان برضو دي رعاياه هيسأل عنه. شايف البلد في حالة ركود، الاقتصاد للأسف الشديد وقع، فيش مشروعات، فيش نهضة، في تدهور في كل شيء، في العملة، في صحة الإنسان، في حياته، كل شيء. وعود بإيه؟ أنا بس أحضرك يعني في وعود توعدنا بيها. فين الوعود دي؟ فيش وعود. ايه اللي تنفس؟ قول لي مشروع واحد تنفس. يعني انا حاسس يعني في مشاريع بس مش عايده على الشعب بحاجه. يعني اللي انا حاسه ان في مشاريع بس مش عايده على الشعب بحاجه، لان انا شايف في غلاء وفي ضنك في المعيشه الى حد ما، ولكن شايف في مشاريع قوميه جامده. يعني مشاريع قوميه جامده جايز لاجيال بعد مننا، الله اعلم، ممكن. لا لا. طب شايف السبب يرجع لفين؟ والله هي اسباب كتيره. تقدر تقول ان البلد كانت برضه بعد موضوع الثوره ده كانت يعني كانت شبه برضه انها مش مستقريه اقتصاديا، او بمعنى اصح برضه الوضع بتاعها ما كانش مظبوط. لا برضو ده سبب من ضمن الأسباب. يعني أسباب كتيرة طبعا، موضوع الثورة ده والثورة العربية عامة اللي قامت، ناس كتيرة رجعت من الدول العربية كتير قوي، لدرجة ان نسبة البطالة كانت فظيعة. والله يعني هي طبعها مش عارفين له حل، شوية فوق شوية تحت، مفيش استقرار، مفيش استقرار في العيشة، وضغطين على الناس ضغط جامد معرفش ليه يعني، وحرام عليهم يعني. والله بعض وبعض يعني المشروعات اللي بتتعمل والحاجات دي يعني، بس برضو ايه يعني، بص شوية كده وبص شوية كده يعني، ما بش كله بزاية واحدة، بعدين نلاقي كل حاجة مضغوط علينا فيها، مضغوط علينا فيها يعني، حرام يعني. تمام. مش شايف اي حاجة حلوة. كل اللي حصل مفيش اي حاجة عدت علينا بحاجة كويسة عامة، كشغل مثلا. انا مثلا واحد بقبض مثلا اي شغل اشتغله اقبض 1200-1500، حتى مش هعرف اعيش بيهم لو اهلي مش موجودين، مش هعرف اعيش، مش هعرف اكل واشرب، مش هعرف اعمل اي حاجة مني. فانا كده استفدت ايه من كل اللي بيحصل ده؟ خاصة مفيش أي حاجة حلوة حصلت، البلد بتخرب مش بتتصلح. ما أظنش إن في وعد اتحقق منهم خالص ولا أي حاجة اتحققت. والله لحد ما في حاجات اتحققت وحاجات الناس مش راضية عنها. اللي عايزينه الدنيا تتظبط لحد ما، غلاء الأسعار هو أكتر حاجة مضايقة الناس، بس غير كده مفيش. أعتقد إن غلاء الأسعار هو أكتر حاجة مضايقة الناس، مفيش معاهم مين موجود مين مش موجود، بس غلاء الاسعار مخلي الناس تيجي تكلم نفسها. هو ممكن تاخد وقت، فعلا ممكن تاخد وقت، مفيش عصا سحريه هتغير حاجه في يوم وليله مهما كان مين اللي موجود، مفيش حاجه هتتغير في يوم وليله، هي فعلا لازم هتاخد وقت. احنا بقى هي نستحمل ما نستحملش. بس انا اول ثوره ما دخلت مصر، واول ما يعني قمنا بالثوره 2011، انا كنت متوقع ان 5 سنين بالظبط والدنيا هتبقى كويسه. انا قعدت ال5 سنين دولك بره، انا قلت كده، قلت فان شاء الله بعد ال5 سنين هرجع بلدي الاقي حاجه كويسه. ففي ال5 سنين دولك انا خرجت بره مصر، اشتغلت بره مصر، بس لقيت الوضع مش زي ما كنا متوقع. والله شايف مصر ما تقدمتش، الاسعار غلت، مفيش تحقق
التحسن ملحوظ بالنسبه للشعب، الاسعار زادت، كل حاجه زادت، مفيش تحسن يعني يلمس الشعب. بس لا مفيش، يعني مفيش اي وعود، مفيش يعني الكم اللي اتقال، يعني في حاجات اتقالت وما اتنفذتش. ايه ده، هنقول الحق ولا ال... اكيد طبعا حضرتك شايف أبداً. هو أول الرئيس أول ما جه قال لك هنعمل حد أقصى وحد أدنى، الحد الأقصى والحد الأدنى ما تعملش. لا لا، الأوضاع صعبة طبعاً. الدين الداخلي دلوقتي عدى 5 تريليون، هاو يعني انت دلوقتي بيت مديون 5 تريليون او 6 تريليون، يعني طب الدين الخارجي داخل على 100 مليار دولار. امتى هسد الكلام دوت؟ يعني ما انا عايز اشوف حاجه واحده اتحققت. هو بيقول في مشاريع كبيره وخفينا عن اهل الشر. في حاجه قدامي انا مش شايف، عن نفسي مش شايف، بس هو بيقول لك في اللي هي العاصمه الاداريه مثلا. طب عاصمه انا مش عارف، هو انا هبني مبنى مثلا اروح اقعد في مين هيدفع مبلغ زي اللي بيطلب ده؟ في واحد بيتصل بيا بيقول لي تعالى خد المتر بكام؟ قول 10,000 جنيه. مين هيدفع المتر 10,000 جنيه؟ مش شايفين ان احنا طالعين فوق، مش عارفين طالعين لحد الغلو لحد فين؟ هيقف بينا لحد فين؟ شايفه ولادي مش عايشين زي الاول، واحنا مش عايشين زي الاول، ولا بناكل زي الاول، بنقول الحمد لله. يمكن احنا مستورين شويه، غيرنا مش لاقي خالص يعمل ايه، واحنا بنشكي واحنا الحمد لله مرتاحين، غيرنا يعمل ايه؟ مش عارفين احنا رايحين. في الاول كانت الحاجه بتغلى بربع جنيه، الناس بتعملها مشكله، دلوقتي بتغلى بالخمس ست اضعاف. لحد فين؟ فين الحاجه؟ فين الادويه؟ فين العلاج؟ مش عارفين نلاقيها من ميه ولا من نور ولا من ايجار ولا من ايه بالظبط؟ ايه الوعود اللي توعدنا بيها؟ فين انهي وعد؟ انهي وعد واحنا كل يوم في غلا؟ قالوا البنزين مش هيغلى تاني وغلي، المواصلات كلها بتغلى. قولي لو واحده بتركب مثلا، لو ركبت انا وراجل المواصلات بعبال ما اروح بدفع 50 جنيه، طب انا ايه اللي داخلي؟ انا جوزي مريض سكر وضغط وقاعد في البيت من غير شغل، سواء قاعد معاشه 530 جنيه، يعملوا ايه؟ ولسه واخدهم قريب تمام 60 سنه، يعملوا ايه؟ والله ما انا عارفه الغلا اللي احنا فيه دوت مش عايز يقف، وكل يوم في غلا، وكل يوم اسعار جديده، علاج عمالي في ارتفاع، ومواصلات عماله ويقولوا لك ما فيش زياده، لا بنبص نلاقي في زياده، ما فيش مش عارفين هنروح فين. طب العلاج؟ طب فين المستشفيات اللي بتروح اي مستشفى تشتري سرنجه؟ الحمد لله كويسين، الحمد لله نحمد ربنا. اهم حاجه الانسان يسعى، ما دام بتسعى في رزقك خلاص. هو العيب يا دوبك ان يتشال الدعم، تشال الدعم، احنا يا دوبك مش مستفيدين بيه كغلابه، انما المستفيدين بيه اللي معاه عربيه، اللي فاتح شركه، اللي عنده مصنع، انما الغلبان مش مستفيد بيه. انا مستفيد بيه بحاجه واحده بس، طاقه التموين، واحمد بيه ربنا. اهم حاجه اسعى واشتغل علشان بلدي تقوم. تذكره المترو بقت ب7.5 و5 و3، مش اشكال. انا عندي يا دوبك ادفع 10 جنيه ولا بلدي تخرب. امشي يا دوبك بلدي دلوقتي الحمد لله، نحمد ربنا ان الراجل يا دوبك وقفنا على حيلنا، ونشكر يعني ونبوس ايديه كمان، نحمد ربنا واللهم لك الحمد والشكر يا رب. احنا احسن من بلد، احنا احسن من العراق، احسن من سوريا، احسن من السودان. هنعمل ايه؟ برضه نقول نحمد ربنا. والله شايف ان الناس موجوده خالص، يعني مش شايفها، يعني ما تسالنيش سؤال ما حدش متوقعه. طب يعني انا على رايي ما شفتش، في يمكن ناس شافت بس انا ما شفتش. طيب شايف يعني مصر فوق ولا تحت الفتره اللي جايه؟ واحنا دلوقتي تحت، الفتره اللي جايه هنبقى فوق، دي الله اعلم بقى في علم الغيب.